اقرأ ورتل في رياض الجنة واسعد وغذ الروح بالسبع المثان ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان فوز يسوق إليك كل محبتي يا حافظ القرآن إن الوقت آن اقرأ ورتل اقرأ ورتل حان وقت الامتحان حان وقت الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مضمار السباق وإلى تحقيق الهدف معاً ليطيب القول بجميل الكلام نور يضيء حياتنا تلالا ويزيدنا فوق الجمال جمالا هيا تقدم يا بني لترتقي واتل الكتاب وحطم الأغلال معاً تحت إشراف وزارة الأوقاف والإرشاد نبتدئ مسابقة اقرأ ورتل. وقبل بدء فعالياتها نرحب بلجنة التحكيم، نرحب بالشيخ الدكتور محمد منصر اليافعي عضو مشيخة الإقراء ورئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، أهلا بك. نرحب بالشيخ منصور عائش حسن الموجه في مدارس تحفيظ القرآن وعضو لجنة التحكيم، أهلا بك. نرحب بالشيخ عرفات جميل الشاذلي المحكم في مجال الأصوات وعضو لجنة التحكيم، أهلا بك. نرحب بالدكتورة نور حسين آل يعقوب المعلمة في مركز الإقراء والإجازة بالسند فرع عدن وعضو لجنة التحكيم، أهلا بك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مع أول متسابق في حلقة الليلة البراء عبد العزيز الشلفي من محافظة المهرة في فئة حفظ المصحف. المشاهدون المستمعون لمسابقة اقرأ ورتل التابعة لوزارة الأوقاف، مرحبا بكم ومرحبا بالمتسابق البراء الشلفي في فرع المصحف. أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. انتبه. فهم لا يعقلون. أو كصيب صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ولا تقول انتبه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك لا يكلف. انتبه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. انتبه. ولا ينظر. أعد. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها انتبه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حسبك أعزائي المشاهدين والمستمعين ننتقل إلى المتسابق الثاني لهذا اليوم ومع المتسابق أنس ياسين الشرقبي من محافظة مأرب في فئة التلاوة التجويدية مرحبا بك يا أنس وأسمعنا مما فتح الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت
إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حسبك. المتسابق أنس ياسين طه، قراءة مرتلة محبرة، أسأل الله أن يبارك فيه. هناك بعض الملاحظات الطفيفة، أن بعض الحروف تخرج مشروبة بغنة لعدم إتمام الحركات والإغلاق على بعض الحروف، كما أن من قطيران معك الإخفاء هنا، فإذا كان بعدها حرف استعلاء بعد حرف النون تفخم الغنة فيه، وذهبت أيضا صفة الهمس في كسبت عند الوقف عليها. بارك الله فيك. والآن أعزائي المشاهدين والمستمعين، ننتقل إلى المتسابق عبد الله سليم عبد الله حاجب من محافظة عدن في فئة رفع الأذى. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الأخ عبد الله سليم ما شاء الله صوت جميل بس ممكن تعيد لنا المقطع الأخير لا إله إلا الله المتسابق عبد الله سليم عبد الله لقد حباك الله بصوت جميل أسأل الله أن يجعلك مباركاً وأن يبارك في صوتك هناك ملاحظتين يسيرتين الأولى في إتمام حركة الله لا نقول الله هكذا في راح تعرف هو ما أتمت الحركة في الله أكبر الله هنحاول نتمها بس ما تجي واو بعدين الله أكبر بس ما تبان واو بعدين نعطي الهاء لأنها حروف صفتها جميع صفتها ضعف نعطيها زخم في الأخير بنفس فتظهر بشكل واضح يعني الشيء الثاني دائما المد لا يأتي مع الحرف المشدد المد دائما يفوق حرف الشدة فإذا جمعت الشدة مع المد تنتهي الشدة فلذلك يعني لا نوقف على كلمة إل فممكن يعني في معنى أماكن أخرى ممكن نتغنى بها في الحرف المشدد في مثلا محمد أيضا النون المشددة في آخر في المد المنفصل وفي المد مد العرض للسكون أيضا في هذه الأماكن ممكن أن تظهر يعني إبداعاتك في الأداء بارك الله فيك
المشاهدون المستمعون الأكارم، نتيجة هذه الحلقة على النحو الآتي: تحصل المتسابق البراء عبد العزيز الشلفي في فرع الحفظ في الحفظ على 34 درجة وثمانية من عشرة، وفي التلاوة على 38 درجة، وفي الأداء وحسن الصوت على 17 درجة و75 من 100، فمجموع درجاته 90 درجة و55 من 100. بينما تحصل المتسابق أنس ياسين الشرجبي في المقامات على 43 درجة، وفي التلاوة على 45 درجة و7 من عشرة، فمجموع درجاته 88 درجة و7 من عشرة. وتحصل المتسابق عبد الله سليم في فرع الأذان في المقامات على 49 درجة، وفي تجويد ألفاظ الأذان على 48 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للمتسابقين في المراحل المتقدمة. وبهذا نكون وصلنا وإياكم أعزائي المشاهدين والمستمعين إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. نترككم الآن مع سؤال الجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ ورتل في رياض الجنة، واسعد وغذ الروح بالسبع المثان، ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان. فوز يسوق إليك كل محبتي، يا حافظ القرآن إن الوقت آن. اقرأ ورتل، اقرأ ورتل، حان وقت الامتحان، حان وقت الامتحان.